السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع المتتبعين الأوفياء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا أيضا بالمشتركين الجدد لأول مرة غادي يشوفوا القناة، نتمنى تعجبكم وتستفدوا منها. ما تنساوش ديروا اشتراك وديروا اللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنساوش أيضا تتابعوني على الانستغرام للمزيد من المعلومات، غادي نخلي لكم الرابط في التعليق الأول. الفيديو ديال اليوم مهم بزاف بزاف، كينتظروه عدد كبير من الاخوان. غادي نقربكم فيه من الطريقه الصحيحه والفعاله لتنظيف البقع الصعبه والعنيده في الصباغه ديالكم، وخصوصا ملي كتكون صباغه ديكور. اول حاجه غادي نبدا لكم بها وغادي نوريها لكم هما هاد البقع اللي عندي في الصباغه ديال الدروج. هاد الصباغه كنت شاركتها معكم، يعني شاركتها معكم في فيديو فيها معلومات، جميع المعلومات على هاد الصباغه والاثمنه. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. كما كتشوفوا معايا الصباغه ديال الدروج اللي كنت شاركت معكم تكرفصت لي اثناء عمليه ديال الرحيل، من طلعوا الثلاجه يعني جرحوها وتادت بهذيك الطريقه اللي كتشوفوا معايا. وهاد الصباغه ديال ستيلا اللي عندي في السيجور في الطبق الارضي لقيت فيها هاد البقع هادو، ما عرفتهم ديال الملون اولا ديال الفوتر، ما عرفتش شكون اللي دارهم كما كتشوفوا معايا. ولكن غادي نوريكم في هذا الفيديو طريقه فعاله باش غادي نتهنى من هذا البقع هادو بصفه نهائيه، وغادي تعجبكم هذه الطريقه وبمواد اللي هي متوفره في اي منزل، يعني مواد سهله وكاينه في اي بيت، وبالاضافه الى مجهود قليل يعني والوقت قليل، يعني في وقت وجيز اقل من دقيقه ومجهود قليل، وغادي تشوفوا النتيجه بعينكم. يعني ما غاديش نحذف حتى حاجه من الفيديو، غادي تشوفوا الطريقه من الاول حتى الاخر. انا كنزيد نصور لكم هاد البقع اللي كاينين. تقريبا شي 6 ديال النقط لقيت فيها. حاجه وحده غادي ناكد عليها في هاد الفيديو هي ان هاد الصباغه ديكور سواء كانت فيروز ستيلا خيال، ضروري ومؤكد هاد الانواع هادو كاملين خصو يكونوا عندهم السراج ديالهم، يعني صباغه ومديور فوق منها السراج عاد تقدر تنظف بهذه الطريقه. شوفوا معايا دابا غادي نبدا لكم مرحله مرحله. كتشد المعجون ديال الاسنان اللي متوفر عندك في الدار، ولا كانوا عندك عده بقع تقدر تاخذ شي معجون الاسنان اللي هو يكون رخيص. بالاسبوع ديالك كتمشي لهذاك البقع وكتدهنو مزيان، كتحاول تغطيهم كاملين، يعني كدوز عليهم كاملين هذاك البقع، فيما شفتي شي بقعه كدهنها وكتخليها، يعني كتمشي دير شغلك، كتمشي دير شقه في جهه اخرى. تقريبا خليها بين ربع ساعه حتى ساعه المكانه ماشي مشكل، المهم انا تقريبا خليتهم واحد ثلث ساعه. دابا غندوز عليهم كاملين وانتم غادي تشوفوهم. وكما قلت لك يعني منين نكون غننظفو ما غادي نحذف حتى حاجه من الفيديو، غتشوفوا بعينكم هذه الطريقه هذه. بالنسبه لهاد الصباغه ديال الدروج هي صابلي، كاينه انواع واحده اخرى، يعني هاد النوع ديال لوكسوري اللي درت انا كاينه اسماء ديال شركات وحدين اخرين كلهم كيكونوا صابلي، كيكونوا حرشين شويه، كيجيو مزيونين بزاف في الدروج وعمليين وصحاح، يعني صحاحين يعني من ناحيه ديال التكرفيص. وهذه بالنسبه للاخوه اللي سولوني قالوا لي واش صالحين الصالون، يعني تقدر ديرو في الصالون ولكن هي ماشي رطبه بحال كما كتشوفوا معايا هنا ستيلا وخيال وفيروز كيكونوا رطبين، هو كيكون حرش شويه، يعني انا كيعجبوني يكونوا في طلعه الدروج اولا في الدخله ديال الدار في الكولوار كتجي مزيونه. حتى بالنسبه لهاد الطبايع ديال الفوتر اللي عندي في ستيلا دهنتهم مزيان بمعجون الاسنان. وبقى غادي نزيد ناكد لكم على ان صباغه ديكور ديال خيال وفيروز وستيلا هاد الانواع هادو كاملين خصو يكونوا عندهم السراج ديالهم، وحتى اللي باقا ما دارتش السراج يعني صابغه ما دارتش السراج دير السراج ديالهم، عاد تقدر دير هاد عمليه التنظيف، انا غير مسؤوله. الا شي وحده ما عندهاش السراج ومشات يعني دارت مباشره هاد العمليه هادي يعني كنأكد عليها. كما كتشوفوا معايا خديت لي لانجيت ورجعت للبقع اللي كنت دهنت وكنبقى نحكم يعني اقل من دقيقه. انتم كتشوفوا راه ما قطعت حتى حاجه من الفيديو، باقيين غتشوفوا بقع وحدين اخرين قدامكم. كنشد هذاك اللي لانجيت وكنبقى نحك يعني حتى كيترغوى هذاك معجون الاسنان وصافي، كتبقى تحك حتى كتزول البقعه بسهوله وكتنظف تماما، ما كيبقاش الاثر ديالها. كما شفتوها كانت بقعه عميقه لان مجروده يعني جرده ماشي وساخ اولا، اما من ناحيه الا كان غير الوساخ ديال اليدين
البقع ديال اليدين راه ساهلين في التحياد، يعني ما فيهم حتى ادنى مجهود. انا كنوريتكم البقع اللي هي عنيده وصعيبه، اما اللي كانت عندكم غير البقع ديال اليدين بمنتهى السهوله غادي يزولوا. غادي نزيد ناكد على واحد النقطه، لان كنلقى كنتفكر الاسئله اللي كيجيوني في لي كومونتير وكنحاول نعطيكم هنا الخلاصات. بالنسبه نصباغا ديكور يعني فيروز وستيلا اللي قلت لكم خص ضروري يكون السيراج ديالها، ما ديروش كولا غريفي. كولا غريفي بزاف ديال المعلميه راه ما عارفينش بان هذاك صباغا ديكور عندها السيراج ديالها، وكيطلبوا مولات الدار تجيب كولا غريفي وكيديروها لها. هي كولا غريفي صحيحه وكتصحح الحيط وكتقدر تنظفوا بسهوله، ولكن ما كيبقاش هذاك الحيط فيه البريونز ديالو، يعني هذاك خيال اولا ستيلا كتولي بحال اللي مضبه، يعني ما كتبقاش كيما كانت. بخلاف الا درتي لها السيراج ديالها كتبقى كيما درتيها، يعني ما كتغيرش بتاتا. هانتوما كتشوفوا معايا يعني الفيديو ما كنقطعوش مره حتى كتزول البقعه، يعني ما كيبقاش بتاتا. ملي كتمشي البقعه كتشد شي سربيطه وكتمسحها. بزاف ديال الاخوان كيسولوني على التنظيف ديال صباغا ديكور، وقلت غادي ندير لكم فيديو بدل ما نجاوب كل واحد بوحدو، غادي ندير لكم فيديو باش تشوفوا بعينكم. ومنهم الاخت هدى اللي كانت هي عاد رحلت في التوقيت هذا، وتا هي تكرفصت لها الصباغه بالرحيل وكانت تواصلت معايا وقالت لي خصني شي طريقه ديال التنظيف. قلت لها صبر شويه غادي ننزل فيديو باش تشوفوا بعينكم الطريقه. شوفوا معايا هاد البقعه ما كانتش يعني مجروده بزاف، هي دغيا زالت، يعني غير ثلاثه ضربات اربعه ضربات كتلقاها زالت. ان شاء الله في حول الله غادي ندير لكم فيديوهات اخرين كيفاش تنظفوا التسميح السراجم ديال الالومنيوم، سواء السكه وسواء الزاج. المهم غادي نقاد لكم شي فيديو وتشوفوا واحد الطريقه مزيونه وسهله وفعاله غادي تعاونكم في التنظيف. بالنسبه للاخت اللي سولتني على هذه الصباغه ديال الدروج، واش ديرها حتى في الدخله، يعني تجيها في الدخله ديال الدار وفي الدروج تجي ممتازه، يعني هكا مع الدخله وتكمل بها الدروج تجي مزيونه بزاف. وبالنسبه للاخوه اللي كيسولوني واش الصباغه مزيانه في الدروج او الزليج، غادي نقول لكم بان الزليج في الحاله ما اذا كانت البروده في الطلعه ديال الدروج اولا كانت تكرفس بزاف، يعني راه كل واحد والخصوصيه ديالو في المنزل ديالو، يعني كاين الدراري طالعين هابطين يعني دائما زايد دائما يعني تكرفس بزاف، بطبيعه الحال مولا الدار شحال قاده تمسح وشحال قاده تقابل، يعني الزليج كيهنيها. ولكن من ناحيه ديال الديكور والمنظر يعني مع الرخام الصباغه كتجيب طبيعه الحال احسن. شوفوا معايا هاد البقعه هذه شحال عنيده ويعني وكانت مكرفسه مزيان، هانتوما تشوفوها معايا ما غادي نقطع حتى لقطه، تشوفوا كيفاش غادي تنظف. بالنسبه للاخوان اللي كيقولوا لي شنو اش من الزليج اللي نديرو في طلعه الدروج، يعني اللي باغيين يزلجوا غادي تشوفوا شي زليج يكون كيشبه التحجرت، اذا اللي قدر يدير التحجرت الطبيعي من الاحسن كيجي رائع، واللي ما قدرش يشوف شي زليج كيشبه التحجرت من الاحسن يشوف ديال اسبانيا كتكون فيه كتكون الكاليتي ديالو مزيانه وكيكون قريب بزاف من التحجرت وما يكونش فيه الالوان، يعني تشوف لون واحد باج مفتوح لون واحد فقط وديرو في طلعة الدروج. واللي ما باغيش هاد النوع هذا ديال الزليج يقدر يدير الزليج عادي سامبل ولكن ما يكونش فيه اللمعة، وحتى هو يكون باج مفتوح وما يكونش فيه اللمعة، يكون يعني يكون سومي مات باش يجي في طلعة الدروج مزيان. هانتوما تشوفوا معايا هذاك البقع اللي كانوا عندي في الصباغة ديال ستيلا، ها هما عيزولو تا هما قدام عينيكم. يعني اللي باغي يدير هاد الصباغه ديكور ما يتخوفش منها، غير يدير السيراج ديالها ويحضيها من الجريد، هذه اللي غادي نقول لكم، لان مع شي كتري مع شي سداري حنا كنقولوا الكتري مع شي سداري شي حاجه حاده وتجرحت لك وتقلعت راه ما غادي ينفعك معها لا مسيح لا حاجه، وماشي غير صباغه ديكور، يعني حتى الصباغه اي صباغه كيما كان النوع ديالها راها راه تجردت اولا تقلعت من بلاصتها راه صعيب انك ترجعها كيما كانت. ولكن لافونتاج ولكن لافونتاج ديال خيال وستيلا وهذه، يعني تقدر تعاود غير بارتيه وحده ماشي بحال ستيكو.
سيكو الأمبرا، يعني لا تجرحت لك، هما ساهلين حتى هما في التنظيف، ولكن المشكل ديالهم هما لا تجرحوا. ما تقدرش تعاود غير بلاصه واحده، يعني ماشي غير بقعه واحده، خصك تعاود هذاك الحيط كامل. اما ستيلا وخيال تقدر غير هذيك الجهه اللي عندك مضروره تقدر تعاودها، ما كاين حتى اشكال فيها. ها انتم كتشوفوا ما بقات حتى بقعه بصفه نهائيه، انا مسحتها وكنوريها لكم. كما قلت لكم يعني ملي تكونوا كديروا الشقه حدايا وغير من سدادر ما يقيسوا لكمش الحيوط، يعني من اولا شي حاجه تهدم لك، هذوك هما الطبايع اللي كيبقاو صعابين وداك الضرابي. اما مثلا الاوساخ ديال اليدين اولا شي حاجه، يعني هالطريقه اللي وريتكم انا فعاله وكتهنيك من جميع الاوساخ. نتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسونيش من لايك، هبطوا لتحت وكليكيوا على اللايك، بارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، والهلي يخطيكم عليا كاملين. شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.